6 ديال اللاعبين ديال وسط الميدان و9 ديال المهاجمين. هذا تيفرح، يفرح بانه ان فريق يعتمد على لاعبين اللي في الخط الامامي غيكون شيء جيد. الخط الامامي كاين زياش، كاين بوفال، حارث، زلزولي، ابو خلال، شاعر، انصيري، شديره وحمد الله. هذه هي المجموعه ديال 26 لاعب. اش غادي نلقى؟ نلقى بزاف ديال اللعابه اللي كلهم كانوا تينتظروا بان واحد الوقت ممكن يتعيط لهم. منهم شكون دابا اللي كاين؟ الاخوين ماي، ما كاين لا المدافع لا المهاجم، ما كاينش الكعبي، ما كاينش رحيمي، الحدادي، بالهندة، اضافه اللعابه اللي مصابين، ماسينا، لوزا، تيسودالي. فغير لو انه تيسودالي كان باقي حاضر، وماسينا ولوزا يمكن تكون اختيارات اخرى على مستوى لا الدفاع ولا من مستوى وسط الميدان. القانون كما قال الوليد الركراكي تيسمح الفريق على انه الى تصاب له شي لعاب يعوضهم واحد الخمسه ديال اللاعبين، وما ذكرش ما عطاش الاسم ديال هاد الخمسه ديال اللاعبين. قال خمسه ديال اللاعبين انه واش خمسه ديال اللاعبين ولا اكثر. المهم كاين لائحه ديال اللاعبين الاحتياطيين اللي يمكن لك تغيروا قبل ما تنطلق المقابله ب 24 ساعه، بمعنى انه هاد اللعاب هادو غادي يكونوا تي او تيستعدوا، يعني ما غير ما يديروا شيء بحال كيف ما كحل ما يديروش بحال شكون هذا رابيو ديال فرنسا اللي كان قال لهم انا ما نكونش مع الاحتياطيين، ولكن هو غيمشي هذا العام للكاس العالم. اذا المحمدي والتقناوتي، بالنسبه للبونو المحمدي فالامور كانت واضحه جدا، كانت اشكال ديال تقناوتي وزنيتي. يمكن زنيتي واحد السيد اللي صراحه عزيز عليه تيلعب مزيان، ما كانش عنده الحظ في اخر مقابله قبل مشو لكاس افريقيا تهرس من يديه. الان تنقول ما تنظنش بانه غيكون، حيت اي واحد غيقول له التقناوتي زنيتي غيبقاو يقلبوا على شكون اللي عنده التميز. مشينا حتى المباراه ديال الديربي وداك التصدي لضرب الجزاء والناس يقولوا هو ربح عليه، يعني باش مشيو لهذه الدرجه هذه. قدر الله وما شاء فعل، جا داك التسمم فائده به ولا زائده فائده به، ولا بانه عمليه صغيره. تنقول انا ممكن تكون هذه عندها مبرر، والله اعلم، حيت ما عدينا المدرب ولا تيقول لا انا هذا الاختيار ديالي حتى ولا يكون مزيان. انا غير تنقول يعني يمكن يقول بانه لا ونعيط لواحد.